السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نظمت عشرة التربويات اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية في وادي وصحراء حضرموت للمطالبة بحقوقهن. وخلال الوقفة التي نظمتها المعلمات أمام مكتب التربية والتعليم بالوادي طالبن بإطلاق علاواتهن السنوية وصرف مستحقاتهن. أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان عن توثيقها إخفاء ميليشيا الحوثي الإرهابية ل 156 مختطفا في سجونها منذ مطلع يناير 2021 وحتى نهاية أغسطس الجاري. وأوضحت في تقرير لها أن محافظة مأرب تصدرت عدد المختطفين بعدد 64 حالة إخفاء قسري، جميعهم ينتمون للمديريات والمناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات الحديدة وإب وصعدة وعمران والجوف وأمانة العاصمة والبيضاء وشبوة وريمة وحجة والمحويت. أفادت مصادر محلية عن فرض ميليشيا الحوثي الإرهابية حصاراً على منزل قاضي محكمة جنوب غربي أمانة العاصمة صنعاء عبدالله الجابري بعد ساعات من تلقيه تهديداً من مسلحين مجهولين. وبحسب المصادر فإن الميليشيا حاصرت منزل الجابري في وقت كان يطلب فيه حماية لملفات القضايا المنظورة أمامه، وذلك بالتزامن مع اختطاف عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران من أمام منزله واقتياده إلى جهة غير معلومة. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن نحو نصف السكان في اليمن لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية جراء الأزمة الإنسانية. وأكدت المديرة الإقليمية لليونيسف أديل خضر أن أكثر من 10 ملايين طفل وحوالي 5 ملايين امرأة لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية. تمكنت فرق الدفاع المدني بمساندة الأهالي من السيطرة على حريق هائل التهم أحد الأفران وسط مدينة تعز. وقال شهود عيان إن فرق الدفاع المدني بمساندة صهاريج للمياه نجحت اليوم الأربعاء في إخماد حريق التهم مخبز الإخوة في حي ديلوكس وخلف أضرارا مادية كبيرة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية. ختم هذا الموجز، إلى اللقاء.